أهلا وسهلا فيكم من جديد. ومنكرر دائما ببرنامجنا أنه المعدة بيت الداء والدواء، والأمراض اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي مزعجة وبتعطل أيامنا طبعا. بس هذا من المهم ذكر عدم الاجتهاد بالأعراض اللي بتصاحب مضاعفات ما يسمى بإنفلونزا المعدة، بين قوسين التهاب الأمعاء الفيروسي. كل ما يخص الفيروسات اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي مع الدكتور أنس بنيهاني، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، كلية الطب من الجامعة الهاشمية. صباح الخير دكتور أنس. أهلا، صباح النور، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا دكتور. يعني هذا حديث الساعة والموسم، التهاب الأمعاء الفيروسي أو الـ كما ذكرت إنفلونزا الأمعاء اللي عم بتصير مؤخرا. بداية نعرف التهاب الأمعاء الفيروسي كمصطلح، ما هو؟ هو مبدئيا يعني نحكي التهاب فيروسي بيأثر على المعدة والأمعاء الدقيقة بشكل عام. نعم. فمعظم الأشخاص بيشكوا من آلام معينة في المعدة، من العيان، من استفراغ، بالإضافة إلى الإسهال، هو أكثر شيء خلينا نحكي بيعمل مشكلة للمريض بشكل عام. نعم. نعم. إحنا دكتور دائما لما نحكي التهاب أمعاء بنفكر إنه معدة، بس هو الجهاز الهضمي هو يعني صحيح. هو أكبر. نعم. من موضوع معدة، وبس عشان هيك الناس لازم تكون حذرة حتى هي تتعامل بالزبط. مع المصطلحات. اليوم المتهم الأول بالصيف البطيخ، كنا عم نحكي ببداية الحلقة، بس الموضوع أوسع وأسبابه صحيح. أكبر من هيك، فمنحب نسمع منك. هلأ موضوع البطيخ يعني هي فكرة شائعة موجودة بمجتمعنا، والإشي المسبب الرئيسي غير نحكي إنه فترة الصيف الجو حامي دافئ، حرارات مرتفعة، وأهم شيء النظافة. فمتلاقي معظم الأشخاص حتى فترة البطيخ بياكلوا البطيخ بشراهة بدون ما ينظفوا، بدون ما يغسلوا، فممكن يكون أحد الأسباب إنه تنتشر هاي بسموها الإنفلونزا المعدة، سبب عدم نظافة الأكل أكثر من أي شيء ثاني. نعم. نعم. هذا كسبب رئيسي. نعم. يعني عدم نظافة الأكل. أكيد. إيش في أسباب تانية ممكن؟ يعني إحنا بنحكي دائما الفيروسات والبكتيريا هم جزئين أساسيين من خلينا نحكي مشاكل الأمعاء والتهابات المعوية. عدم النظافة وانتقالها من شخص لشخص عن طريق الأكل، وعدم خلينا نحكي غسيل اليدين، وهذا أهم نقطة رئيسية بموضوع التهاب الأمعاء. والماء عادة طبعا يدين. لأنه إيش راح يكون الماء ملوث من شخص آخر. فمتلاقي فترة الصيف المسابح اللي عم بصير معنا، بتروحوا برحل بين بعض، بتطلعوا برحل بمسابح غير نظيفة، وبصير التهابات تنتقل. طب كيف بدي أفصل أنا أعراض التهاب الأمعاء الفيروسي عن باقي أعراض أمراض الأمعاء الأخرى أو المعدة؟ صحيح. هلأ موضوع التهاب الفيروسي مبدئيا زي ما حكينا بدايته أعراض عبارة عن أوجاع بالمعدة والبطن بشكل عام، إحنا بنحكيها في شعور باللعية والاستفراغ ممكن يصير، بالإضافة إلى الإسهال الشديد. هلأ دائما عامل الحرارة قد يأثر يفرق بين سواء كان فيروسي أو بكتيري، بالإضافة إلى وجود دم بالبراز. فعندما يعني ملاحظ أنه أكثر شغلة رئيسية عند المريض اللي يستدعي أنه يذهب للطبيب لما يشوف لون البراز تغير من الطبيعي إلى دموي. نعم. وأنا رح لازم يكون نأخذ بعين الاعتبار إنه هاي شغلة غير اعتيادية بتصير عنا، ولازم مراجعة طبيب الجهاز الهضمي. نعم. طيب دكتور، يعني هاي المضاعفات كيف نقدر نميز، مش نميزها، حدتها على المسنين والأطفال بتكون بتفرق عن عمر الشباب صحيح. أو لا؟ صحيح. هاي الفكرة اللي كنا نطرحها، إنه دائما التهاب الأمعاء في فترة الصيف بالذات بيأثر على جزئين من الناس، الجزء الأول مرضى الأطفال. نعم. وكبار السن. ليش؟ لأنه نسبة تصير عندهم جفاف يكون أسرع بالنسبة لهم. إحنا خلينا نحكي بأعمارنا، أي حدا بصير عنده ألم كذا بيحاول يجي على حاله، بيشرب سوائل كثير، بيحاول يعالج حاله بنفسه. نعم. للأسف الأطفال صعب يشربوا لأنه نفسهم مسدودة، ما بنقدر نجبرهم يشربوا. وكبار السن معرضين بأي لحظة إنه يصير عندهم مشاكل كلى وجفاف نتيجة فقدان السوائل الشديدة اللي بصير عنده أثناء صحيح. فترة الالتهاب. إذن يعني الأسباب ممكن تختلف من شخص لآخر، حديتها تختلف، ولكن هل مثلا ترافقها حرارة؟ في أشخاص بصيبهم حرارة، في أشخاص صحيح. لا صحيح. الحرارة هو معيار بالنسبة لنا، لأنه قد يكون الالتهاب ليس فيروسي، تحول لالتهاب بكتيري. بجوز نسمع إحنا بمجتمعنا موضوع الأميبا كثير منتشر عندنا، واحد الشغلات الرئيسية بالأميبا غير اللي نكون في عندهم مغص وعندهم إسهال شديد وارتفاع بسيط في درجات الحرارة. فكثير منا بتلاقي بروح بياخذ مضادات حيوية، وجزء هاي النقطة لازم أذكرها إنه إحنا الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى أسوأ الأمور، تكون أسوأ منها تكون أحسن. حيث أنه يصير بكتيريا، إذا كان بكتيريا تكون مقاومة للأدوية، ونعمل الآن برضو مضاعفات الجانبية للتنجم عن أخذ المضادات الحيوية. نعم. طب دكتور، مدة العلاج الحالات هلأ مبدئيا بالفترة الحالية، وأكيد سمعنا كثير وجينا كثير اتصالات على العيادات أنه ابني، عمي، أخوي صار عنده 1-2-3. بالعادة الفيروس بيختفي لحاله، الجسم بحاول يقاومه،
بدون أي علاج مضاد حيوي. فهون الإشي الأساسي لازم نحكي إنه ما في داعي نركض ونأخذ أدوية وإحنا مش بحاجة لها. دكتور إحنا بنركض للطب البديل، يلا أعشاب، يلا كاسة مش عارف. هلا شوفي إحنا مش ضد الأعشاب ومش ضد العطارين، أوكي، لكن ضمن حدود معقولة. يعني كتير بيجينا ناس بيعملوا خلطات أعشاب بالأخير بتضر وما بتفيده. إحنا الطب العربي والشعبي إحنا معروف من أيامنا عن موضوع الميرامية واليانسون والبابونج والنعناع والشغلات هاي كلها بننصح فيها، لكن في بعض العطارين يجتهدوا ويعملوا خلطات غريبة بالضبط، بجوز قد تؤدي إلى ضرر أكثر ما هو فعلا. نعم نعم. إذا دكتور يمكن حكينا بشكل عام عن المفهوم هذا، الفيروس أعراضه وأسبابه والعلاج، تحديدا خلال هاي الفترة الأشخاص عم بياخذ منهم معهم وقت قد إيه ممكن يبدأ، متى يبدأ ومتى ينتهي، مدة الأعراض قد إيه بدها لتختفي بشكل عام. بشكل عام معظم الستومك فلو بنحكيها أو إنفلونزا المعدة تتراوح الفترة بين 3 إلى 5 أيام. أوكي، فبعد 5 أيام الأمور بلش تتحسن بشكل عام. نعم قد يكون هناك بعض المرضى تمتد لفترة أسبوع 10 أيام، هذا وارد لأن كل طبيعة إنسان بيختلف عن آخر، لكن الإشي لازم ننوه إنه إذا استمرت الأعراض أكثر من 2 أسبوع هون المشكلة تكمن، إنه ممكن ما تكون هي فعلا استومك فلو أو استومك بق اللي إحنا بنسميها، لأنه قد تكون هي أمراض أخرى مثل أمراض القولون التقرحي أو أمراض إسهالية غير موضوع الفيروس. نعم. طيب دكتور كنا يمكن تحت الهواء عم نحكي عن ثقافة مجتمعية سائدة، أدوية التطهير والتعقيم وتغليف المعدة، أول إشي إحنا لأنها هي من غير وصفة طبية فبنستسهل الموضوع ودائما بتكون جزء من صيدلية المنزل، فخلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. هلا إحنا كثير عندنا موضوع اسمه مطهر الأمعاء، بجوز سمعنا فيه من الناس اللي حوالينا أو حدا بيحكي لنا إياه. مطهر الأمعاء هو عبارة عن مضاد حيوي بالأخير، هو اللي إحنا بنعتبره المترونيدازول أو الفلاجيل باللغة الأخرى. هو يستخدم بالعادة للأميبا وبعض أنواع البكتيريا اللي قد تؤثر على الأمعاء، بس كونه الأميبا عندنا منتشرة بكثرة بالمجتمع عندنا بسببها بالعادة الماء الملوث، صار عندنا زي عادة إنه كل ما واحد يصير عنده التهاب أمعاء أو معوي يأخذ الدواء بتتحسن أموره فترة وتختفي الأعراض. فيعني هاي عادة خاطئة بنظري، لأنه معظم الأمعاء والتهابات الأمعاء تلقائيا تعالج من قبل الجسم، يعني نتركها 3-5 أيام زي ما حكينا وبتختفي. فموضوع أخذ الدواء هو بضرنا بشكل معين، لأنه راح يكون عنا بكتيريا مقاومة للأدوية وبالتالي راح نتغلب في علاجها عندما نحتاج هذه الأدوية. صحيح صحيح. دكتور قد إيه بتتشابه أحيانا الأعراض بين نفس الجراثيم اللي بتكون أو الفيروسات اللي بتكون بالمعدة وبين يعني بين بعض بشكل أو بآخر، وقد إيه مهم التشخيص الطبي؟ يمكن خطر على بالي جرثومة الحلزونية كنوع من أنواع الجراثيم اللي ممكن بتصيب المعدة وبتتشابه كثير. قد إيه دائما لازم أعرف إمتى أروح الدكتور؟ يعني مدة اللي لازم فيها عن جد خلاص أعرف أنا 3 أيام مضوا مثلا لازم أروح للدكتور. هلا موضوع الجرثومة الحلزونية شو موضوع بيختلف عن موضوع الأمعاء، التهاب الأمعاء، لأنه أعراضها مش كثير مباشرة. يعني معظم الناس تشكي من مشاكل معوية، من حرقة، من ثقل بالضبط. مقابل الالتهاب الأمعاء اللي هو الإشي الأساسي اللي رح يخلي المريض يذهب إلى الطبيب، إنه خلينا نحكي لما تتحول الأعراض من حادة لمزمنة، بحيث زي ما حكينا إذا استمرت أكثر من 2 أسبوع في الحالة هاي يجب مراجعة الطبيب حتى نتأكد إنه فقط هي جرثومة وليس إشي آخر. إذا تحول البراز لنوع دموي هاي برضو مهمة، لأنه قد تحتاج إلى مضادات حيوية مناسبة أو نوع من أنواع الجرثومة ممكن موجود فيها اللي قد نحتاج فحص البراز لها حتى نتأكد منها. فهذول الإشي الأساسي، والإشي الأخير هو بالذات للأطفال المسنين وجود عامل الجفاف، سواء كان يوم أو 2 أو 5 أو 10، وجود الجفاف يستدعي ذهابه إلى المستشفى حتى نتأكد من عدم وجود مشاكل في الكلى وعدم إظهار مضاعفات. نعم. طب هو دكتور هاي موضوع كبار السن والأطفال كتير مهم، هل في مضاعفات يا سمح الله؟ لأنه إحنا في ناس يا بتاخد دواء ومعقمات يا إنه بتجتهد بإنه لا خلاص الواحد بطيب لحاله فبترك المسن أو الشاب أو الطفل بحالة يرثى لها وما بعرف إنه في أمراض لازم تعالج ويأخذ فيها المريض الدواء، شو المضاعفات في حال عدم العلاج؟ هلا إحنا نذكر شغلة هي أهم شغلة رئيسية بهذا الموضوع، هي عملية الجفاف ومشاكل الكلى والفشل الكلوي. نعم.
كيف بنقدر نلاحظ انه متى اخذ هذا الطفل او 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 الكبير السن الى المستشفى. بالنسبه للاطفال الشيء الاساسي لموضوع عمليه الجفاف انه وهي الام راح تلاحظه اكثر من شيء انه الطفل لما بيعيط بطل يطلع فيه دموع عنده. هذا احد علامات الجفاف عنده. صح بالضبط. او ان يكون خلينا نحكي منطقه الفم والماده المخاطيه الموجوده بالفم كلها تناشف وجفاف فيها. مقابل عند الكبار السن السؤال الأساسي اللي احنا بنسأله هل كمية البول ببولها الكبير السن قلت أو بطل يروح الحمام. فهي العلامات الأساسية اللي قد تدل على الجفاف وهنا يستدعي الذهاب للمستشفى لأنه ممكن تكون بدايات فشل كلوي عنده. دكتور بيأثر على المريض اللي بيكون عنده أمراض مزمنة وهذا الإنفلونزا المعدة ممكن يكون في تأثيرات. يعني كلياتنا ندخل بموضوع الجفاف. اللي عندهم هذا العام الرئيسي. فهذا الشيء المسبب الرئيسي لأنه احنا بنخسر سوائل كثير. فمريض السن ما بيتحمل كبير السن ما بيتحمل وجود مثلا امراض قلب سكري مشاكل كلى فاي خلينا نحكي اي جهد اضافي على جسمه من هاي الناحيه قد يؤدي الى ايش وظائف الكلى كلياتها وظائف خلينا نحكي بشكل عام ضغطه ينزل سيبو جفاف وظائف الكلى تدخل بفشل وبالتالي يؤدي الى تغيرات بالاملاح ومضاعفات ثانيه. نعم بالحديث خصوصا عن مضاعفات التهابات الفيروسيه انا شعرت يمكن من خلال كلامك بانه هي خلص اكثر امانا بانه هي ايام محدوده وبتروح لحالها. هل ممكن انها تاثر مثلا على التهابات اخرى تؤدي الى التهاب بالبول تنتقل هذه الالتهابات داخل الجسم ام لا؟ هلا احنا لما نحكي عن التهاب فيروسي واحنا بالذات نحكي عن اكثر اثنين منتشرات اللي هو النورو فيروس واحد منهم النورو فيروس وقبل فتره كانت منتشر بامريكا تقريبا شهر 2-3 هي بتكون بالعادة بتهاجم فقط الأمعاء. نعم. فقط ها هي الفكرة الرئيسية. فوجودها لا يعني أنه راح تتحول لالتهابات ثانوية زي التهابات الكلى لأنها ما بتقدر تصل للكلى ما بتقدر تصل أنها توصل حالة أو تمسك حالة بخلايا أو خلينا نحكي جدار موجود بالكلى والحالب وغيرها من المثانة. نعم. بالتالي فيها بتأثر بالذات بس فقط على الأمعاء الدقيقة وهي بتستهدف الأمعاء الدقيقة. نعم. دكتور هيك بدنا نصائح لكل الأشخاص عم يتابعونا الآن خلال هاي الفترة بخصوص التهاب الأمعاء الفيروسي لأنه منتشر وأيضا الأميبا. نعم. هلا النصائح الرئيسية هي الإكثار من السوائل طبعا. فأي شخص صابته هاي الهجمة خلينا نحكي احنا نعتبر انه يحاول يخفف من الغذاء الصلب اللي احنا بنحكي يمشي اموره على السوائل. وصلت لمرحله الجفاف في عندنا المحاليل المباعه بتباع بالصيدليه محاليل الاملاح او ما تسمى الاكواسال اذا كنا بنعرفها للاطفال. نعم. بحيث انه ايش ما يحاول ما خلينا نحكي الفاقد الأملاح عنده يعوضها عن طريق السوائل. يعني دكتور أنس بالنهاية لك يعطيك العافية. أتمنى أكيد السلامة للجميع. شوية دايرة بال ونظافة شخصية بشكل عام ممكن تكون هي وقاية لنا من هاي الأمراض وخصوصا في فترة الصيف. وإن شاء الله يا رب هيك نتمنى السلامة للجميع. يعطيك العافية. شكرا لك على المعلومات. شكرا لك. يعني خلينا نطلع لتقرير وتقريرنا اليوم للزميل أحمد أبو حماد وعمر القضاء وهو عن رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في 16/2/1977 وهي أول مؤسسة متخصصة في الفنون التشكيلية والممثل الرئيسي للحركة التشكيلية في الأردن والانضمام لعضويتها متاح للمقيمين في الأردن حسب النظام الأساسي للرابطة. خلينا نشوف تقرير مع بعض. نتابع معنا.